مساء الخير والسعادة على كل متابعي برنامج مورنينج لايف. موضوع استطلاعنا اليوم هو عن الطرق الحديثة لمعاقبة الأطفال والمراهقين. خليكم ويانا نشوف آراء الناس بهذا الاستطلاع. احنا في العوائل العراقية دائما متخذين طريق العنف باستخدام الأطفال، وهذا هو خطأ. يعني اكو عقوبات للأطفال ممكن استخدامها بعيدا عن العنف، وتأتي بنتيجة يعني تحرمه من شغلة يحبها، ما تشتري له شغلة، تقعده مثلا بركن معين، عقاب فترة معينة. هاي الأمور لازم احنا نتعود عليها يعني حتى تقوى شخصية الطفل، لأن الضرب مو دائما يجيب النتيجة. العنف مرفوض فعلا، وهذا صار بالساحة العراقية. اي فاكو طريقة أخرى، هاي طرق إن شاء الله نقدر نعالجه كل واحد وبيئته. يعني أزعل عليهم هيك شيء. العنف تستخدميه ولا لا؟ والله بعض الأحيان، ليش أقول لا؟ اي بعض الأحيان. يعني واحد ينصحه يقعد يحكي وياه باسلوب بحيث بدون لا عنف او شيء، يعني لان الاطفال هسه الجيل هذا الجديد الناشئ جيل واعي يعني بصراحه، يعني وال يعني دا يباوع على الايباد، يفتح التاب، دا يباوع حتى القنوات اللي على اليوتيوب وهذا، فيعني اللي العنف ما راح يمشي وياه. يعني هذا الجيل كعنف ما يمشي وياه. الطفل لازم ينضرب، لازم يتأدب، وعلي بن أبي طالب يقول من أمن العقاب فقد ساء الأدب. فالضرب لازم يعني حتى يتعلم. احنا بطفولتنا ضربنا وتعلمنا. أوجهه يكون حسب عمره يعني تجي للعنف أو لا؟ والله ما أشجع على العنف، راح يدمر نفسيته يعني، فما أشجع يعني على هالشيء هذا. وصلنا وياكم لنهاية استطلاعنا لهذا اليوم لبرنامج مورنينج لايف مرجو مايك.